عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله، أحبك الله يا شيخ. حبك الله، تفضل. عندي سؤال بس بسيط. أنا كان في حديث اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عمر بن الخطاب فقال: أما من أنتم؟ فقال بلى. فقال: ما علامة إمامكم؟ وكذا. حديث ضعيف، أكمل فقرة منه كده يعني. ثانية واحدة أقراه لك. قال: أما المؤمنون أنتم؟ أنت تقرأ من عفوا تقرأ من الكتب؟ هو الكتاب ده في المعجم الكبير للطبراني وفي أحياء علوم الدين. طيب وش إيه؟ في المعجم الكبير وأحياء علوم الدين. طيب قال السند كده من عندك. الله يسلمك. في المعجم الكبير يقول: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي. أيوه. حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا أبو يحيى الحماني. خلاص هذا عفوا تالف السند. الحديث تالف. أبو يحيى الحماني رجل متهم بسرقة الحديث، لا يصح. طيب يا شيخ، أقول لك ولا حصل. الحديث ضعيف جدا. إيه؟ ضعيف جدا. تمام يا شيخ. طيب في باقي الطرق يعني كل هذا الحديث ضعيف، كله ضعيف. شكرا. يوسف بن ميمون والحماني وغيرهم. بس أضعف الحديث ده، في بنت ماتت عاملة في حادثة، فالأستاذ بتاع المدرسة طلع اتكلم في المدرسة وعمل دواح داد وكده، وبعدين اتكلم وقال الحديث ده، وهو نشره على الفيس. قول له بس يا أستاذ الحديث ده. قلت له الحديث ضعيف. طيب. ففي ناس اعترضوا عليه وقالوا لي ده مش وقت تكتب فيه الحديث ضعيف. ممكن يعني، بس يعني كنت طريقة الانتقاد منك كانت شديدة شوية، لكن الحديث ضعيف. ما عرفتش اوصله خالص، فقلت له على قلت له انت مشكور لكن خلاص انتهى المسألة. شكرا.